شو حبيبي طمني وين صاروا الولاد؟ مشيوا مشيوا، اقلعت الطياره من نص ساعه. متوتر بيت شو؟ نص ساعه. يلا شلون الحماس؟ والله غير شكل. يلا يا عمري يلا ان شاء الله خمس سنين خمس سنين يوصلوا بالسلامه يا رب ان شاء الله. عم سلي حالي والله بالزرع وبال ايه الله وكيفكم. جايبهم الساعه 9 الصبح عم بيزبطوا شويه هيك قصص صار عندنا بالجنينه، وكمان عمل سيستم مي ريت شو لانه ركب هون عم بسلي حالي في شغلات ضفتهم انا مشان يمشي الوقت. على فكره امبارح كان ريتشو مرضان وتعبان كثير، صار لي يومين مرضان فايق من الصبح، كنت عن 3 ايام امبارح. يا عمري انت يلا المهم بخير، واليوم هيك هاي مصحصح كرمال يستقبل الاولاد. والله فايق من الساعه 6 الصبح معهم من اول ما وصلوا، اول ما دخلوا على المطار. يلا يا عمري يلا هانت هانت. اوكي على 3 تشو ننوش، هذا اليوم اليوم المنتظر، هذا اليوم المنتظر بعد غياب، يعني بعد ما صار لي انه مالي شايفهم خمس سنوات. ما بعرف كيف راح يكون هيك اللقاء. شعور حلو. والله شعور حلو، الله لا يفرق، لا يعني ما يفرق اهل عن اولادهم ولا الاولاد يفرقوا عن اهلهم. المهم انهم يجوا هيك تعجبهم الحياه وتستمر ويكونوا مبسوطين ويكون في شيء جديد بحياتهم وتطورات جديده اكيد. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. فان شاء الله يا رب. قبل ما نروح نجيبهم انا ما بدي كثير هيك افوت بهم، متعود على الحزن انا. قبل ما نبلش بالفيديو فجروا لنا ام الفيديو لايكات واشتركوا بالقناه اذا ما كنتوا مشتركين، وفعلوا زر الجرس لتكون جزء من عائلتنا. حساباتنا الانستغرام سناب شات كلهم تحت لهم صندوق الوصف، دفعوا عليه تعرفوا يومياتنا. العيله ما شاء الله عم تكبر، ما شاء الله صرنا شيء 8 9 كم واحد صرنا. فنحن موجودين معكم كمان على سناب شات على مدار ال 24 ساعه صح. كمان تابعونا عليهم، هذا هو حساب العيله وهذا حسابنا النوش كمان، تعالوا هونيك بانتظاركم. وبالنسبه لليوتيوب يا جماعه نحن والله انشغلنا. والله انشغلنا، انا في حاله توتر، انا صار لي 15 يوم بنت مشيت وراء وحجز وتاخرت تاشيره الاقامه لاني جايبهم على اسمي، فهذا سبب انه غبنا عنكم هاي الفتره. بس ولكن نحن بتشوفونا على السناب شات، على السناب شات قادرين تكونوا معنا بالكامل. يومياتنا بالكامل، فاللي متابعنا سناب بيأزرنا بيعرف تماما انه نحن اكيد ما لنا مستقصدين نغيب عنكم على اليوتيوب، بالعكس نحن ما بنصدق نشوف كومنتاتكم الحلوه. فهلا انتظرونا بفيديوهات غير شكل نار. وحماسيه حماسيه اهم شيء. ايوه وهي الحلوين مبلشين هون يلعبوا كلها بابا من الصبح على اللعب لعب على طول. عمي ببتلي فيهم بابا. لا ازعر انت نيرو يا بابا ما بده ينزل والله، لا تشبعوا لعب يا عيني. هو الصبي طلع شلون بده، انت متخيله ايش راح يعملوا بالحديقه؟ ايه لك عم بكره بيتصلوا كثير. انا ما بعرف ايش، حاسس حالي عم بشتغل على الفاضي وبعمل هالزرع ما بعرف. لا حاسس حالي راح يشيلوا كله، فاكرين الاولاد ما بدهم على شيء كله. لا لانه ايهم شقي عندي هلا احمد راكز على اساس سند يعني، بس ايهم شقي وسند شقي وميرو شقيه يعطيك العاصفه. اتركي يا هي تعال شوف 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 يا بغلا. هذا البسكليت لمريم على فكره. ايه هذا لميرو. تلا شي حبيبي، شوفوا قرصوها من عينا لميرو، قرصوها من عينا البقايات القارص قرصوا لنا اياها. يلا حبيبي نجهز حالنا بقي ساعتين الله يخليك. حماتي حماتي اللي انت حياتي سلامتك سلامتك. انا قربت وعديتها لحماتي. السبب قال ما حدا قرب البيت غيري. اي والله ما حب احكي عادي انا يا عمي. يا انا ما قلت شيء كانك معصب. سنودن شوينا زعلانه مرت عمك. زعلان عليها بابا؟ بس امي تمرض هو بيمرض. ازعل حالك ايش لاني ناوي عليك انا، اوعى تفكر نسيانك. زعل حالك لا تزعل احد حبيبي. خلينا نلحق الاولاد. شوفوا الجمال، لك شوفوا جمال، شوفوه لك شوفوه لجمال، طلعوا مع احلى مع جمال رفيق جمال. جمال بنتي كمان لو سمحت. ميرو يلا رح نروح. يلا روحي تعي يا حبيبي. يلا حبيبي رح نروح انا وننوش وميرو. سنوده ناموا اساسا ما بدي اخذ سنوده، خلاص بيبقى معهم شمال يعني شوي. لبكه المطار وكذا بتعرفوا انتو، انتو ما شفتوا جمال ريتش شو فاكرين كنا مطمئنين. اي تفضلي لو سمحت شوفوا لي الشياكه طبعا انا لبس عزوق واللون المتفائل هي ايوه هذا التفاؤل بالريحي هو فبس ريتش ما بيقدر بالاسود ما بيقدر بالاسود ريتش انا الاسود عندي بقى هلا هذا بيبقى له ابيض اساس ما عنده بلوزه ساده بيضاء كثير كثير بس ما بعرف كيف لبقتي لي هذا مع هذا تفضلي هلا في اسود ساده بس انت قلت هذا وفي اورنج كمان نروح نجيب مين هلا مين بدنا نروح نجيب بدنا اخ هي كسرت الابوه بدنا نروح نجيب احمد وايهم بدنا نروح نجيب احمد وايهومه
حموده وايهومه ومجوده وخلوده وعبوده محمد اهم شيء هي بكره بدها تعبى كلها بدهم ينتفوا بعض طلع شب يلا حبيبي جيبوا تعال يلا وهلا وصلنا بس على المطار كان لازم اصف هنيك وصلنا ثلاثه عظم على فكره جايين كثير على المطار هون هالمره دخلت بغير مفرق هون للتكاسي خلص برجع بلف وبدور وبرجع لهم لهون بس هلا لازم يحكوا معي المرافقين اللي معهم لازم يحكوا معي انه وصلوا يكونوا عم يمشوا لهم وراءهم يلا ما بيأثر انتم التوتر والحماس خلي يتعذبوا ليشوفوني كمان انا بقى مشان ما بقى يتركوني يا عمري لا والله هو على فكره مستعجل بس خلبت امره وانا بخرب الطريق هيني هيني معلش هلا بنلف وبصفها جوا ما بيأثر اخذت غفوه سريعه خفيفه لطيفه عشان تصحصح لاخواتها ويلعب مع بعض بالبيت يا عمري يلا وريت شو وصلنا هلا بده بس السياره وننزل تليفون تركوا عم مشان شو اسمه بس ابعثوا له حياتي ما حطيت تليفوني عام اجباري حبيبي مشان يحكوا معك المسكين طيران اوكي يلا خلينا ننزل على حظنا الطيارة متأخرة نص ساعة هي الساعة 3 عشان من الساعة 12 للساعة 3 3 ساعات فاللي شفنا المتوقع الوصول الساعة 3 ونص يعني تأخر نص ساعة ما بعرف يمكن في حواجز فوق ما بعرف وقفونا على الحق عم تفتيشي يلا يا ريت بدي امزح انا ما فيني يا جماعة بعيش التوتر بعدين انه ما بكفي نحن متوترين ومو مصدقين متى يوصلوا اللي صار تاخرت الطياره ويا ريت تاخرت انه شغلت 10 دقائق او نص ساعه لا تاخرت منيح يعني مي علي ريتشا والله زاد توتره اكثر يعني يتمشى هو وميرو حبيبي لك والله العظيم طيراني تاخر ساعه صار لنا ساعه و45 دقيقه متاخرين لهلا والطياره بس جنبها مكتوب جنب الطيران جنب الطياره الجاي من سوريا مكتوب متاخره يعني ما عم يقولوا لك امتى بتجي يلا كيفك على خلال ان شاء الله ما الواحد تاخر شوي بس مو هيك هي والله ساعتين تاخير شوفي عاشوك لش يلا ما بيوصل بخير ما بعرف ريلاكس كلف الدنيا بعكس يلا ان شاء الله ان شاء الله يلا. تعال 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 جيبي ميرو لك جيبي ميرو أيام اللي شافنا أيام اللي شافنا والله اشتقت لكم انت اشتقت لي؟ اكيد الى بين ما جابوك يا حبيبي يا بابا ايش عملوا لكم؟ لا طولنا وخبر حرق لكم الطيران كله المطار كله بشاعر يلا حبيبي يلا تعالوا تعالوا معي خذي شوي لانيني عني خذي شوي تعالوا عندي الحمد لله على سلامتكم هاي الشباب الحلوين وين لك صح لا ننوش الحمد لله على سلامتكم عمو الله يسلمكم ليه عم تبكي؟ ضل يبوسني لازم كيف؟ لا بشوف
تا لا ما عم يبكي عم يضحك عم يضحك أيهومة أيهومة تعالوا نوقع للمخلوع وين وين عم بقول أنا شلون عطتني إياهم بدون دليل وين يلا عرشوا طلعوا فوق لك تعالوا معي عم بمزح معكم لا لا ما تشيلوا أنا باخذها أنا هلا ندخل بجيب السيارة لقدام خلص يلا تعالوا 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 كل واحد يمسكني من واحد ليفت واحد رايت الحقوني طلعت لنا طعم ملون أصفر وأخضر وأحمر وشو هاد والله مطعمين كلياتنا ابو سول ابو سول بنات هذا نجمه محبوب مثل ابوها انا الشاطره بدك تبوسني بقول لها ما ببوسها ما لا ابوسهم ابني عادي ما في مشكله لك ميرو ميرو مبسوطه ميرو يا قلبي والله العظيم ميرو شايفين مسك ايد اخوها يا سلام يا سلام اطلع على السياره يا حبيباتي يلا حبيباتي يلا يلا افتحنا السياره عنا رمضان بكره عنا رقد كثير يا جماعة من لما طلعنا بالسيارة أحمد بيعطيها عصير لمريم أيام بيعطيها مصاري شوفوا طلع عم يديروا بالهم عليها ورا عم يديروا بالهم على أخته يا حبيبي أنا إيه لكن هلا نشوفهم بالجدار نشوف شو رح يعملوا البلاد كلياتها أيوة يقضوها لقب وينبسطوا والله يلا نحن بدنا 10 دقايق وبنوصل على البيت إن شاء الله بابا هلا أنت إذا كنت ما بتعرف البيت إيه بتحط من أي خريطة بتوع البيت إيه بابا بحط الخريطة حبيبي عندهم طاقة هلا كتير كبيرة مخزنين ما طفي الله وكيلكم كني صار لهم شي 4 ساعات بالطيارة ما حكوا كتير فقعدوا بالسيارة وعم يفضوا الطاقة اللي عندهم يعني صار عندهم حكي كتير تجمع كتير ما لقيتوا حدا تحكوا معه بالطيارة بابا صار يحكي مع بنات أحمد مين؟ أحمد أحمد عم يحكي مع البنات؟ ايه يا سلام ايوه ايوه ايش حكي تعال شوف خبرني شو كنت عم تحكي مع بنات احمد طالع نسوانجي مثل ابوك لا ديك صارت بالشارع يلا طالع نسوانجي شو جاي عم تحكي ميرو عم تقول انه عطاها اي مصاري يا حبيبي جايبين العملة السورية معهم سكرة يلا لا تمشي بمخترة بالحلا اهلا وسهلا بالشباب وصلنا كان لازمهم عراضه لازمهم عراضه أيوة. كان ها يا حبيبي لا ما تشيل بابا بشي بعمري يلا ما بس تقالوا لي بنت بين 3 شباب رح تطلع شب تطلع مسترجله يا عمري دقيت دقيت ليكم ما شايفهم عميها يلا وسهلا يلا ادخلوا فوتوا حبيبي فوتوا هلا جاروكسي يسلم عليكم هلا هلا يلا هلا. سلموا سلموا اتركوا بعدين سلموا بروكسي حبيبي هلا عمو هلا حبيبي يا عيني على الشباب يا عيني يا حبيباتي كله شو على السلامة هلا حبيبي هلا يا عمي سنود مستغرب يا عمي ليه سنود بيشوفوا سنود الناس بيخجل بيخجل سنود ايهم ايه خجول هاي هاي سلمى هاي هذا ما بيبوس لسه بحب ينباس بحب ينباس هو يا ميرا خلط خلط الاجواء انه في ناس اجى اصدقاء جدد شو ركسي انت معنا حدا ملمنا انا الله يسلمكم يا رب الله يسلمكم تعالوا بابا خلينا نطلعهم على غرفتهم عم يتخانقوا مين بده ينام على الشباك على جهه الواجهه مين بده ينام هون ومين بده ينام هون سيد غازي اه انت ايه ماما جيت هذا وين بده ينام انت رح تنام هون وانا وين بنام جنبي جنب شلون انتوا بعاد انام بالعرض هيك طيب ناموا عند بابا ايش رايكم
ننوش تناموا ايه وانت تناموا عند بابا تناموا عندي فكر بالموضوع عادي ما عنده مشكلة هذا روكسي مبسوط روكسي كتير مبسوط رحب فيكم عم يقولكم اهلا وسهلا كان صغير عجبتكم الغرفة يا حبيبي حبيتوها هذا ورق الجدران انتم اللي اخترتوه يلا هلا شو عرفوا فينا يعرف لا هو بحب الكل بحب الكل نقرك نهبل بده تعملوا له هيك بده تعملوا له هيك شو ما شفت مريم مش عم تعمل قلت له انه هدول تخوتكم شو لمين هدول قولي لهم يلا لمين هذا تخت هذا احمد لمين مين ينام هون يلا اختار مين بده ينام هون مين هون بده احمد عم يقول انا عم تعمل انا بدي انه هي بدها تنام بتنام جنبي لا ماما انت لي غرفتك لا انت عندي غرفة انت عندي غرفة يا عيني جوعانين ما نكون جوعانين ايه حبيبي يلا اصلحوا بدلوا عادي بالعجلة فتنا بالبوكس بدلوا ضبطوا ما في مشكلة هاتوا ها بيسلم شايفينه كمان هو شيخ الشباب لك طلعت عليه يا خير يا شاف اولاد انا شفت المختفي ليه ما عاد لحق انا بولد واثنين من دردد ورا الاربعه هلا اي انا هو هو هو, هو واخته ما بلحق لهم بالحديقه ورقد وراهم طاير خلي ايها ايه بدي اركض ورا اربعه يا فرحه امي يا فرحه امي انا شو بدكم بسكليتات كل واحد بده بسكليت اي وانا كمان بدي بسكليت شوف وانت حبيبي نطلع كلياتنا عليك لطلع بسكليتك يا حبيبتي نفتح الحيطان من هون ونروح على الارض الثانيه اللي جنبنا لحتى هو بيسوق ايهم لازم بس بده نفخ حتى انا احمد وي اي عبصيح ايهم عبصيح احمد انا من مين عبص فكرت ايهم ليه عيد منيح اللابسين ملون لخربت بيناته كل واحد له احمد وي يلا رح نتقتل والله نشبعك ولا شبعكم والله اكل اياه اي اه حتى ميروس حياتها ما تعودتوا بحقين والله كما شوك يا ريتشو والله ما بحسن لهم الاولاد عندهم طاقه غريبه لك حتى انت ايمت كنتي تهجمي علي حتى انت بحياتها بدها تتامر مع اخواتها هلا شو على السناب كفوها على السناب تعالوا لكم اوكي عيلة ريتشو ننوش بنحبكم كثير بنحبكم قبل ما يجي الوحش الثاني بنحبكم كثير بنشوفكم فيديو جديد ما تنسوا دشوا الفيديو لايكات تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين وتفعلوا زر الجرس لا تكونوا جزء من عائلتنا حساباتنا انستغرام والسناب شات كلهم تحت بصندوق الوصف تابعونا على السناب شات لتعرفوا يومياتنا أكثر لا مبينة يومياتنا لا 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 هيك استنوا شوي لحظه شوي بدي نزلكم الفيديو هذا لانه كثير طلبتوه هلا حرام كتر خيره احمد ايهم بدنا نطلع نلبس نجهز حالنا ونروح على المطعم بدنا ناكل اوكي يلا طلعوا لفوق بدنا نطلع برا البيت ها منتظرينكم على سناب شات خسرتي روح يا خاص شلع لي خاصرتي نروح نتعشى برا البيت انتوا وين كنتوا بالغابه قبل ما تيجوا لهون يلا هذا سنابي وهذا سناب العيلة حبايبي حشاركوا الفعاليات بالكامل مع الأولاد والعيلة كلياتها تابعونا هني هلا بدي لكم باي باي